بتكلم اليوم عن أخطار الألغام وخطرها وأثرها على المجتمع، وتستهدفت يعني تستهدف الصغار والكبار، كبار وشيوخ وأيضاً كمان المزارعين وكثير من فئات المجتمع المختلفة. الألغام لا أحد يجهل أو يجهل أثرها على المجتمع أو على البيئة أو على أضرارها على الأطفال وأضرارها على كبار السن أو أضرارها عن المزارعين أو اللي ليست لهم أي علاقة بالحرب وليست لهم يعني فقط ضحية. فاليوم إذا تكلمنا عن أثار الألغام في مديرية بيحان محافظة شبوة، فواجهتنا كثير من التحديات أثناء خروج بعد هذه الفترة. فكان يعني أول الأهم الأسباب اللي واجهتنا وأهم المعوقات اللي واجهتنا كانت ذهاب الطلاب إلى المدارس، فواجهتهم العديد يعني وجود الألغام في شتى مناطق المديرية في مديرية بيحان، فكانت يعني لا تقتصر على أماكن محددة إنما زرعت في بشكل عشوائي. نقدر لكم هذا الجهد العظيم لأن توعية الناس بهذا الموضوع اللي نعتبره يعني ضررنا كيمنيين وكمواطنين منه. فنشكركم على هذه الجهود، وهذا طبعا جهد عظيم كون توعية الأطفال والكبار الصغار عن أشياء يجهلونها وعن أضرار الألغام وأضرارها يعني على المجتمع.